بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة المسلمين and beloved mothers and fathers, sisters and brothers, Alhamdulillah, we thank Allah for gathering us here on Laylatul Jumu'ah in the sacred month of Rajab in the masjid to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And this dhikr we dedicate to the gratefulness and thankfulness from us to Allah that Allah subhanahu has brought down the numbers of the coronavirus. And secondly, and very importantly, the niyyah, the intention of this dhikrullah, is to appeal to Allah and ask Allah to take away the coronavirus completely from South Africa and all over the world. And we also dedicate this dhikrullah to the 100 days of the Palestinian struggle. And lastly, we also dedicate this dhikrullah to the success of our pledge line of our masjid that will happen on Sunday, inshallah, here from the masjid, Al-Masjid Rabi, for the liberation of Masjid Al-Aqsa. And also we dedicate this dhikrullah for all our loved ones from this masjid and from all over Cape Town and South Africa that have passed on in this pandemic. Allah grant all of them Nur and the Kubur. Allah grant them to be of the Shuhada, the people that will go straight to Jannah. And those who are still afflicted with the virus, Allah subhanahu wa ta'ala grant them a full and a speedy recovery. Ameen ya Rabbal Alameen. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأهل بيت الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب
يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إذ نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تحملنا ما لا طاقة لنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إلا ما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلوات على وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما لا
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الآل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك رضا نفسك وزنة أرشك مداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فاعلم أنه أفضل الذكر حقا. لا إله إلا الله حي موجود، لا إله إلا الله حي باق، لا إله إلا الله حي مقصود، لا إله إلا الله حي الذي لا ينام ولا يموت، لا الغفور
شبهة الله العظيم حقا لا إله إلا الله الله ملك الحق محمد رسول الله وحد الأمين إن الله أمين الله الله آمين الله آمين محمد رسول الله الصادق الوحد الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما العزيز سبحان الملك القدوس الكبير سب الخلق قدوس الله سب الخلق قدوس الله ربنا ملائكتي وروح الله يا الله الله يا نور يا حق إن الله يا الله الله يا رحمن يا رحيم يا الله نستغفر الله
يا رب البرايا. ونستغفر الله من الخطايا. نستغفر الله يا لا إله إلا أنت سبحانك إني إني كنت من الظالمين. نستغفر الله يا لا إله إلا أنت الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله حسبنا الله.
نعم الوكيل حسبنا الله وإن يريدوا أن يهدؤوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي ومن المؤمنين أنت الله لا حق الله ليس لها إلا هو الله أنت لها لا حق الله ليس لها أنت الذي أنت الأحق الله ليس الهادي إلا هو الله أنت الهادي أنت الأحق الله ليس الهادي إلا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف يا يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا باسط يا ودود يا باسط يا ودود يا يا باسط
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا يحيي قلبي يحيي قلبي ذكر الله حق لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله حق لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله لا إله إلا الله ما في قلبي غير الله حق لا إله إلا الله ما في قلبي غير الله حق لا ما في قلبي غير الله حق لا إله إلا الله على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله حق لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبأن نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه. جماعة المسلمين الحمد لله we have come to the end of the dhikrullah and we are so happy that we were in the house of Allah remembering Allah because we have been guaranteed by Allah that if we remember Allah then Allah will remember us. Allah says in the Quran فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ remember me and I will remember you. Allah subhanahu wa ta'ala bring our hearts alive with the remembrance of Allah because that's exactly what the Nabi Muhammad says, a person that remembers Allah and a person that don't remember Allah is like a living person and a dead person. And it's important that we must feel the coming of the month of Ramadan. It's important that we must feel the greatness and the sacredness of the month of Rajab. Our Honorable Ustaz Habib Umar, he says, "Ala qadri mawtil qalb," on the measurement of the weakness of the heart, that heart doesn't feel the sacredness of Rajab.
Because the heart is too weak. The heart is dead. And it's on the measurement of the living heart that feels the month of Rajab. It's not just another month. It's a sacred month. There's four of the 12, there's four sacred months. Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram, and Rajab. And Rajab is standing alone. And we must ask the question, why did Allah let Rajab stand alone? And we will most probably come to the answer is to prepare ourselves for the great month of Ramadan. So we have exactly a month, a year, a month and a half over for the month of Ramadan. Alhamdulillah, so many people have fasted today. It's the 13th, 14th and 15th. So there's nothing wrong if you decide to fast tomorrow and Saturday to get the barakah of the words of Rasulullah. Rasulullah, when Rasulullah gives that advice actually comes from Allah. Allah says in Surah An-Najm, مَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنُّوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah doesn't speak of his own mind. It is wahi from Allah. This is actually Allah wants us to fast at 3 days of every month. Allah wants us to fast the 13th, 14th and 15th because of the greatness. So Jamaat Muslimin, may Allah subhanahu grant us that this Rajab and this Sha'ban coming and this Ramadan coming is going to be the best Ramadan ever for us. And every time we remind one another that it might just be the last Ramadan. Might just be. Our Honorable Mufti, Mullah Taha Karan, he says Allah took away is that we don't really think about death seriously. We still think that it won't be. I will still live 5 years, 10 years, 20 years. Not my time now. So that's why when we make salah in front here, we say the words that the Rasulullah used to say: "Sallu salat al muwaddi'." Perform the salah, this salah that you're going to make now, as if it is the last salah. That is how quick this life is. But the life hereafter is khalidina fi abada, forever and forever. So we are living in this world for that life. Yes, it's just about obedience to Allah. Now the Monday night we've done the hadith of Rasulullah that Nabi Muhammad says that Allah says, any person that dedicate all his time, his whole life for the ibadah of Allah, Allah will replace you with richness in your heart. Taqwa, iman, sabr, beautiful character. And if you don't do that, you will always be poor. What's the meaning of always be poor? 1 million, 5 million, 10 million won't be enough for you. You will just go on and on for this dunya because you haven't dedicated your life for the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. So Jamaat Muslimin, Alhamdulillah, we came to the end now. We ask Allah subhanahu to accept our niyyah. Our niyyah is that Allah subhanahu must take with the barakah of the dhikr that we've made tonight and in so many other places, Allah must take the pandemic completely away. And we're not, astaghfirullah, we're not chasing Allah on. We're not asking Allah, ya, was makal sulankal dua vanakat Allah on. No, astaghfirullah. We have the highest and the greatest respect for Allah. We know that Allah knows when is the best time to remove this pandemic. But our duty is this, Uda'uni, you make dua and I will respond. Because Allah says in the Quran, Innama al-usri yusra, after difficulty, ease and comfort will come. This coronavirus is not going to stay forever. And then Allah repeats, Innama al-usri yusra. And we as Muslims, we
like we said now in the dhikr, Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Allah is sufficient for us. In whichever way, if we are sick with corona, not sick, if our family have passed on, close ones, our family's in hospital, we still say, Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Allah is sufficient. Allah is enough for us. In whatever condition. Wa ni'mal wakeel. And what an amazing overseer is Allah subhanahu wa ta'ala. So with these few words, may Allah accept our dhikrullah and our dua that we're going to make now, inshallah, that Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq and success and the correct understanding. And Allah unite the hearts of the Muslimin here in Cape Town, South Africa, all over the world. And now the other day, just yesterday, I said, Aisha, my wife, please make dua. Allah must grant the two of us that we must go to Makkah and to Medina again. And I am sure that is dua of everybody. Allahu Akbar. Then I say? No, I'm saying no, it's dua from here. No, I can be proud of you. But I can say, Amal, we must make dua. I was just, there was just a yearning, Tanazim. There was just a yearning. This was just a yearning for Makkah. I was just thinking, I was looking at the picture, I said, Ya Allah, may Allah grant that we go again. And that's of course for everybody, inshallah. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين اللهم رب الناس أذب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع المصابين بكورونا وجميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد إنا محمد وأصحابه وبارك وسلم بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. In conclusion, we again make dua that Allah must bless our efforts that we have made for the pledge line on Sunday. And so all those on Facebook and on any social media, we are waiting for you to make contact with us on Sunday. Inshallah, those people who live in the area, if you have no other means but to come to the masjid itself and bring your 100 rand or 50 rand or 150, 200 rand, 2,000, 5,000. As I've said in the past, the hadith of Rasulullah, that if you give sadaqah, that's normal sadaqah. What if you give for the masjid? Your money will never ever decrease. It will only increase. So inshallah, we are sure and positive that our pledge line on Sunday is going to be a great success.
And we once again say shukran to all those who have supported our masjid for the last 34 years. May Allah reward you in abundance. And you will see the reward, inshallah, in the akhirah. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alameen.